والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله. ما زلنا وإياكم في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجة. في هذا الباب وهذا الترتيب طيب من المصنف رحمه الله، بعد أن ذكر فضل التوحيد ومعنى التوحيد قال تدعو إلى هذا التوحيد، الدعوة إلى التوحيد. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ما معنى تواصوا بالحق؟ أن يدعون إلى الحق، هذا هو الأصل. فالإنسان إذا تعلم شيء يدعو إليه، فهذا في باب فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد من التوحيد أن يدعو الإنسان إلى هذا التوحيد. إذا أنت آمنت بشيء وتعتقد أن هذا صواب وهذا صح، يجب أن تدعو إليه، فلا بد أن يكون الموحد داعية إلى هذا التوحيد. قل هذه سبيلي، سبيلي أي هذا الشرع وهذا الدين، ومحمد صلى الله عليه وسلم هذا الدين سبيلي وطريقي، هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة. قال أنا في تفسير أنا على بصيرة، ومن اتبعني كذلك على بصيرة، هذا قول. والتفسير الآخر: أنا أدعو ومن اتبعني يدعو كذلك. فممكن أن تكون أنا على بصيرة ومن اتبعني، أو أنا أدعو وكذا. والأصل أن قالوا يعني الراجح أن أنا أدعو ومن اتبعني يدعو كذلك. ومن دعا إلى الله لا ييأس من الدعوة. في الحديث الذي مر علينا أن يأتي النبي ومعه الرهط ومعه الرجل، والرجل والنبي وليس معه أحد، لذلك الإنسان يدعو ولا ييأس من دعوة الناس. ويكفي من الدعوة أو في الدعوة أن الإنسان يحذر من الباطل إذا رأى الباطل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أقل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال على بصيرة، على بصيرة أي على علم، وهذا مهم جدا. الذي يدعو يجب أن يكون على علم. أدعو إلى الله هذا الإخلاص، على بصيرة هذا العلم. إذا لازم تكون الدعوة فيها الإخلاص والعلم. العلم بماذا؟ هل المطلوب العلم الشرعي فقط؟ لا، العلم الشرعي والعلم بأحوال المدعوين. لذلك قال له: إنك تأتي أهل الكتاب، ما قال له بس روح، لا، قال له ترى أهل الكتاب عندهم علم، عندهم كتاب إنجيل، عندهم التوراة، عندهم كذا. فيجب على الداعية أن يتعرف على المدعوين وكيف يدعو. إذا ليست قضية العلم الشرعي، لا، علم شرعي وعلم بالمدعوين وعلم بالدعوة وما يناسب الحال وما يناسب المقال وما يناسب أشراف الناس وأوضاع الناس، فكل شخص له طريقة، هذا هو الأصل. الداعي يجب أن يكون كيس فطن. ولهذا قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل الكتاب. ثم قال: وما أنا من المشركين، وهذا توكيد على
التوحيد. ثم قال ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، بعثه معلما وبعثه داعية، هذا هو الشاهد لهذا الباب. قال باب الدعوة إلى الله، قال وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، بعثه ماذا؟ داعية يدعو إلى الله وحاكما أو يحكم بينهم. إذن لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فأعلموا أنهم أهل الكتاب، لذلك يجب أن يتصرف معهم أنهم عندهم علم وليس يعني أهل شرك أو قصدي أهل الكفر. قال أن يكون بصيرا معاذ بأحوال هؤلاء الذين ذهب إليهم ويدعوهم، تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وهذا هو التوحيد، والشهادة يجب أن تقال باللسان، يجب أن تقال باللسان. لو اعتقد قال والله أنا معتقد ما ينفع، يجب أن يقول بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله ويعتقد بها في قلبه. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ثم الصلاة. قال ثم إذن هناك أولويات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال شعب الإيمان أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى، فلذلك هناك أولويات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم. الآن هل أدعو إلى الإسلام ويسلم أول وبعدين أعلمه مثل الحديث أو كما حديث علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم قال أعلمهم أدعوهم إلى الإسلام، ولا أعلمهم الإسلام أول وبعدين يشهدون لا إله؟ لأن الآن الوضع الآن اللي صاير في الدعوة إلى الله الآن في أوروبا وغيرها أو حتى في أفريقيا يعلمونهم الإسلام، أن الإسلام في صلاة وفي كذا، لين يقتنع يشهد أن لا إله إلا الله. طيب ما هو الأفضل وما هو الصحيح؟ يشهد أن لا إله إلا الله وبعدين أقول له ترى عليك صلاة وعليك صيام وعليك كذا، ولا أعلمه بالإسلام أول عشان يقتنع وبعدين يتشهد أن لا يشهد أن لا إله إلا الله؟ الصحيح أنه على حسب الوضع، حسب العرف، حسب الآن الناس ما يقتنعون على طول تقول له شهادة لا إله إلا الله ما يشهد، فلذلك الأصل أن نقدم شهادة أول أو نقدم تعليم الإسلام أول، هذا يعتمد على الوضع ويعتمد على العرف والله تعالى أعلم. ولهما أي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينه، فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية، الراية اللي هي العلم أو راية الجيش، غدا قال يحب الله ويحبه الله، فأثبت صلى الله عليه وسلم صفة المحبة لله أن الله يحب ويحب، فهذا هو الأصل، يجب إثبات ما أثبته الله وأثبته الرسول. أما أن نقول هذه المحبة بمعنى الثواب أو هذه المحبة بمعنى إرادة الثواب فهذا من الخطأ وهذا من التأويل الغير صحيح. إذن الأصل نقول
قال صلى الله عليه وسلم يحبه الله، إذن الله عز وجل يتصف بهذه الصفة تسمى صفات فعلية. إذن الله سبحانه وتعالى يحب الطائع ويحب المطيع صلى الله عليه سبحانه وتعالى. قال يدوكون، يوم قال صلى الله عليه وسلم باشر وأعطيها من يحب الله، فأخذوا يدكون. يدكون أي يخوضون ويتكلمون من فكل واحد توقع أنه، فأصبحوا وذهبوا كلهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصبح علشان يعطيهم الرأي. فسأل عن علي بن أبي طالب رضي الله، وهذا من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنه يحب الله ويحبه الله سبحانه وتعالى. الشاهد قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. أول تدعوهم إلى الإسلام وأخبرهم، ثم أخبرهم بما يجب عليهم. إذن نفس معاذ، أولا الإسلام ثم بعدين تقول لهم عليكم صلاة وعليكم صيام وعليكم كذا. وقال لأن يهدي الله سبحانه وتعالى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. هل مقصود الهداية من الكفر إلى الإسلام، ولا من الضلال إلى الهداية، أو من عدم الالتزام إلى الالتزام، أو أن يعرف أو يفهم مسألة واحدة، ما المقصود؟ قالوا المقصود من الكفر إلى الإيمان، نعم. لكن من كان سببا في هداية شخص من عدم الالتزام إلى الالتزام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون له من الأجر والثواب العظيم. لذلك لن يهدي الله شخص إلى الإسلام أو يهديه إلى الطاعات أو يهديه إلى مسألة واحدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تنطبق عليه هذا الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. قال تفسير التوحيد بعد أن تكلم عن فضل التوحيد والدعوة إلى التوحيد، الآن النفوس تترقب ما هو هذا التوحيد، ما هذا هو التوحيد أو ما التوحيد. فقال تفسير التوحيد، تفسير التوحيد، تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. الآية الأولى التي ذكرها الشيخ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون يعني اللي تدعوهم أنتم مثل عيسى عليه السلام أو الصالحين أو الأنبياء، هم هؤلاء يبتغون الوسيلة، يطلبون من الله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة. فكيف تدعون من يدعو الله سبحانه وتعالى؟ كيف تدعون المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى ولا تدعون الغني سبحانه وتعالى؟ تطلب هذا الولي أو هذا الشيخ أو تطلب منه وهو هذا فقير إلى الله، هو يدعو إلى الله أو يدعو الله سبحانه وتعالى ويبتغي الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يدعى هذا الرجل الصالح أو هذا النبي أو الملائكة؟ هما يبتغون إلى ربهم الوسيلة. طبعا الحجر والشجر غير داخل في هذه الآية. تدعون يعني مفترض شخص يدعو شجر، مش داخله لأنهم لا يدعون الله، الشجر والحجر لا يدعو الله، لكن المقصود هنا الأنبياء الملائكة الأولياء، هذا هم الذين يدخلون في هذه الآية. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا اللي تدعوهم أنت ما يملكون من قطمير، ما يملكون شيء، فكيف تدعو هذا الولي أو هذا الشيخ أو هذا الرجل الصالح أو هذا النبي؟ هم يطلبون ويبتغون الوسيلة التي توصلهم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. طيب ما وجه المناسبة بين هذه الآية وبين الباب؟ يعني التفسير للتوحيد بأن التوحيد أنك لا تدعو من هو محتاج إلى الله. إذا دعيت من هو محتاج إلى الله فهذا شرك، لأنه هو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف تدعو؟ فهذه الآية
وجه الشبه أو وجه المناسبة بين الآية وبين الباب. الآية الثانية قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، إبراهيم إمام الموحدين، كان هو الموحد الوحيد على الأرض، وهو الذي كسر الأصنام صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لقومه، لأبيه وقومه، قال: إنني براء مما تعبدون، أنا بريء. أول شيء النفي، قلنا لا إله إلا الله، يجب التوحيد لكي يكمل التوحيد أن تنفي، لذلك نفى. قال: بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ما قال إلا الله، ليش ما قال إلا الله؟ قال: إلا الذي فطرني أي خلقني، أي معنى فطرني أي خلقني. قال: لأنه هو اللي خلقني، إذن هو اللي يستاهل. واضح هذا المقصود، ما قال إلا الله، إلا الذي فطرني، الذي خلقني، ذاك هو الذي يعبد. وهذه الملائكة وهذه الآلهة والأصنام ما فطرتكم، ما خلقتكم، فكيف تعبدونها؟ فكلمة فطرني كلمة لها دلالات كثيرة جدا. لذلك أنك تشرك بالله سبحانه وتعالى، ولي أو غيره أو حجر أو شجر أو ملك، هذا من الشرك. لذلك قال: الذي فطرني. فهذه الآية تفسر التوحيد بأن العبادة لله لا شريك له، هذا معناه. إذن التوحيد ومعنى التوحيد وتفسير التوحيد أن لا تشرك بالله شيئا. ثم قال رحمه الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وسيأتي باب فيه عن هذه الآية بالتفصيل. ثم قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اتخذوا أحبارهم أي العلماء والرهبان أي العباد أربابا من دون الله، يطيعونهم ويتبعونهم في شرائعهم ويتركون شريعة الله سبحانه وتعالى. قال: والمسيح ابن مريم كذلك يطاع من هؤلاء. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. هذا هو الأصل، أن يتذللوا لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق لهذه العبادة. فتفسير التوحيد في هذه الآية بأن طاعة الرهبان والأحبار شرك في اتباع، أنك تتبعهم وتطيعهم. إذن التفسير الشرك عدم طاعة أو اتباع من يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. الآية الخامسة قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. والند هو الذي شبيه أو نظير، هذا معنات الند. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يجعل ند لله سبحانه وتعالى، يجعل أندادا وأصناما وآلهة. قال: يحبونهم كحب الله. في المعنى الأول يحبون الله ويحبون هؤلاء كحب الله، واضح؟ هاي معناته. تفسير آخر: هم يحبون هذه الآلهة كما يحب المؤمنون الله عز وجل. ففي تفسيرنا يحبون الله ويحبون الآلهة، وفي تفسيرنا لا يحبون إلا الآلهة. قال: كحب الله. إذن يجعلون حب الأصنام كحب الآلهة. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا. ليش؟ لأن هؤلاء لو كانوا يحبون الله والأصنام، عند الأزمات والشدائد يرجعون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذن أنت عندك خلل، لكن الذين آمنوا يحبون الله سبحانه وتعالى دائما في السراء وفي الضراء. والمحبة هي أصل العبادة، أصل العبادة هي المحبة. يقول ابن القيم: وكل الأمور في هذه الحياة تسير بالمحبة. تطلع تروح حق واحد في محبة، تروح مكان تشتري شيء كله بالمحبة. فأصل العبادة هي المحبة، أصل العبادة هي المحبة. لذلك قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا هو الأصل، لأن المحبة عبادة. ثم قال: والمحبة أنواع، محبة لله، تحب شخص أو تحب شيء لله، وهذا هو الأصل. وأن تحب
الله سبحانه وتعالى، ثم تحب الأمور الطبيعية أي ثالثا، الرابعة أن تحب أمور تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وهذه المحبة هي المرفوضة، وهذه هي اللي فيها الشرك، أي تقدم الأمور اللي تحبها المخالفة للشرع على الشرع، وهذا هو المنهي عنه. لذلك والشاهد في هذه الآية أن المحبة عبادة، فلذلك ممكن أن يشرك بهذه المحبة. تعيس عبد الدينار، ليش تعيس عبد؟ قال عبد الدينار، ليش صار عبد للدينار؟ لأنه يحب الدينار، واضح؟ هذا هو عبد الدينار، عبد الخميصة. نعم. ثم قال رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذن الشخص يدخل الإسلام ويصير له ما لنا وعليه ما علينا، ها، إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، قال حرم ماله ودمه وحسابه على الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل أن يؤمن بالله ويكفر، قال وكفر بما يعبد، فقلنا التوحيد نفي وإثبات، تكفر بغير الله وتؤمن بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.